يعني شي امراه عندها شي عائله على حسب ما فهمت كتاديها وما قدرتش تصل الرحم ديالها رغم ان الله تعالى يامر بالرحم. لا واجب عليك ان تصبري ديك الرحيم وتمشي تصل الرحم. اذا كانت هذه العائله عندها حق الرحيم، ان العائله اللي عندها حق الرحيم هي اولو الارحام، اولو الارحام يعني اختك خالتك عمتك يعني القرابه القريبه اللي معروفه، هادو راه واجب عليك تصل الرحم ديالهم ويصلوا الرحم ديالك. كانوا عائله بعيده مزيان مزيان يتصل الرحم في الحدود الشرعيه، الحدود الشرعيه ما في غير الخير، انما اللي واجب وكيتحسب عليه الانسان يوم القيامه هي العائله اللي قريبه بزاف، اللي يعني كيمكن لك الى رجال مثلا تشوفيهم بلا حجاب، اخوتك اخوالك اعمامك هما الا كانوا رجال هما اللي واجب عليهم الجنة، وإذا كانوا نساركم قدين أنت تشوفهم وما يشوفوا خالتك عمتك وهكذا. فهادو وخا يظلموك، وخا يظلموك ماشي غير كيأديوك كي يعني فوق الأذى كيظلموك كاع صبر إليهم، والحساب يوم القيامة كل واحد كيتعامل على 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 قد فهم، صبر إليهم وصل الرحم ديالك مرة فلح غادي يدير لك شي حاجة مرة فلح، غير الشيطان كيجيب لك الإنسان تكون سنوات ومقاطعة واحد العائلة ما كيشوفهمش بالقصد وبالعمل، هذا والعياذ بالله يدخل في قوله جل وعلا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. صلى الله عليه وسلم.